كلف غسل الايدي ان هو بيغسل ايدك يا حبيبي، فبيغسل ايده بسرعه، بيجي على طول بيغسل بالطريقه دي، وده غلط كبير جدا. احنا لقينا صورنا الحتت دي ودي ودي ودي، لقينا الميكروبات مستخبيا وانت بتغسل كده، يبقى لازم تفتح. واحد حاجه تانية، ما ينفعش ابدا في الزمن ده يبقى انا لسه لابس ساعه ولابس لابسه غويشه ولابس خاتم، دي من ضمن الثقافه. ازاي انت الخاتم ده مليان ملايين لا الميكروبات من بس تحتها؟ دكتور احنا لابسين طول الوقت اهو، احنا لابسين برضو لازم نقول للناس كلام هم يقدروا يعملوه. شيلي كلنا نشيل قبل ما نغسل ايدينا. تمام سهله، تمام يعني نلبس بس نشيل قبل ما نغسل مش ايدينا. انا عايز بايدي ما فيهاش حاجه. ايوه طب انا همشي صحيح. الميكروبات في الشارع؟ طيب يعني قبل ما اغسل ايدي اشيل كل الخواتم والاكسسوار اللي انا حاطاها في ايدي. عشان انا بغسل صح. ايوه انا هاكل دلوقتي، انا غسلت ايدي وما شلتش الخاتم وما شلتش الغويشه طيب. وعمال اكل. يبقى هنشيل ونغسل واحد، ايدينا. يبقى هنشيل الحاجات دي كلها عشان كده. طب الضوافر قصيره. الواحد وبعد ما نغسل كويس برضه جدا صعب. الناحيتين هنا وهنا وهنا، بينسوا دايما يعملوا كده. فانا عايز الخطوط دي، ده عامل زي الخندق. يبقى الخط ده الثلاث خطوط الكبيره دي، خطوط اللي بالعرض ده، دي مليانه ميكروبات. يقول لك انا بغسل ايدي، امال بيجيني يسهل ليه؟ امال انا عييت ازاي؟ يعني في واحد صديقي جاله كورونا مثلا حوالي اربع خمس طيب مرات. اغسل ايديا لمدة قد ايه؟ على الاقل دقيقه، دقيقة. على الاقل دقيقه، بس بالطريقه دي كويس جدا اسمه الفرك. وما تنسيش الحتت دي. في بقى اهم من غسل الايدي اللي هو التجفيف، نشف ايدي. بعد ما غسلت ايدي، واحد اداني الفوطه بتاعته مش لا عايزها، طبعا. ولا المنديل بتاعه مش عايزه، ولا سيبها في الهواء، ولا في هدومي انا، ولا في المكنه اللي بتطلع السخن في المطعم اللي انت عارفاه. ابدا، ده انت هتنشف ايدك في منديل ورقي وما ترميهوش. امسك المنديل ده واقفل بيه الحنفيه، الحنفيه ملوثه، وافتح ايد الباب وما تمسكوش تاني. بعد ما غسلتي ونشفت هتحطه في سله تفتح بيه بالقدم. طيب دكتور خلاص، بص وقت الحلقة عدى بسرعة جدا وتقريبا بنختم الحلقة، ففي دقيقة لو حياتك حابب تقول للناس دلوقتي يتفرج علينا أي معلومات تخص مناعتهم اتفضل. ما تخافوش من الكورونا. واحد اتنين، لو عرفنا طرق العدوى احنا قلناها وطرق الوقاية احنا قلناها، بس عايز الحاجة دي الذخيرة المناعية. الذخيرة المناعية هنعملها ان احنا هننام بالليل وهنلعب رياضة وهناكل صح وهنتفائل ونبعد عن البلبعه ونبعد عن التدخين والتلوث. واكبر ملوث في بيوتنا حاليا هو التدخين. وحاجه مهمه جدا ما اتكلمناش عليها، التهويه. لازم تهووا بيوتكم ساعه ثلاث مرات في اليوم، فتح النوافذ والشبابيك، لان قله الهواء بتخلي فيه قله اكسجين، بتخلي الناس سعيده وعندها مناعه اقل. جددوا الهواء، تقللوا من تركيز الفيروسات حتى لو كورونا، ودايما ما تخلوش السجاجيد احنا زي ما قلنا، ودايما كمان تطهروا الارض بالكلور 10% وميه سخنه، ونعيش وسط ناس بنحبهم يدونا طاقه ايجابيه، عشان دي اهم حاجه للمناعه. احنا قلنا مفيش حقيقي، يعني دي حقيقي اللي هتخلينا دايما نفسيتنا كائن اجتماعي. الانسان كائن اجتماعي، الانسان كائن اجتماعي. ما ينفعش تروح تحط ابوك وامك في بيت المسنين وتقول لا ما تخليهم يقعدوا معاك او مع احفادهم او لا لا لا. احنا الانسان كائن اجتماعي، لازم احنا نعيش مع بعض. مفيش حد يعيش لوحده يقول انا مبسوط ابدا. صوت ايه؟ نعيش مع بعض، نساعد بعض من غير ما نأذي بعض، ونحب بعض، دي حاجة مهمة جدا.